الاستفادة من الطاقة الشمسية باتت أمراً شائعاً، ولم تعد الخلايا الشمسية المثبتة على أسطح المباني تلفت الانتباه. وهكذا جرت الأمور حتى خطرت تلك الفكرة الثورية بأن تثبت الخلايا الشمسية على ستائر النوافذ. تسمح المشاريع الصغيرة الأوكرانية لمالكي الشقق بالحصول على طاقة متوفرة وآمنة، كما تسمح بالاستقلال بمصدر الطاقة وتغيير العلاقة مع البيئة المحيطة. كيف يحدث الاكتشاف عادة؟ تقع على رأس أحد تفاحة ومع مرور الزمن يصل إلى الهدف المنشود، وآخر يحاول حل مشكلة بذكاء. وهذا ما يحدث بالضبط مع مخترع آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، والذي سرعان ما تحولت فكرته إلى استثمار بآلاف من الدولارات وخلال وقت قصير. كل هذا بدأ عندما قرر المخترع الأوكراني يفجيني إيريك بناء منزل ذكي ذو كفاءة عالية في التقليل من استهلاك الطاقة وبأقل درجة ممكنة من الاعتماد على شبكة الخدمات العامة المركزية. هناك العديد من الطرق لتركيب الألواح الشمسية والخزانات الحرارية على أسطح المباني، ويعد تركيب الألواح الشمسية اليوم مهنة قائمة بحد ذاتها. وفي حين لا يعاني سكان البيوت المنفردة والمستقلة من تعقيدات في التركيب، يختلف الأمر مع سكان الشقق في البنايات، فالأمر عندهم قد لا يكون سهلا وقد يكون صعبا جدا. أدرك يفجيني أن تركيب الألواح الشمسية على سطح المنزل سيكون أمرا شاقا، لذلك حاول تركيبها على سطح زجاج النوافذ، لكنه فشل لأن أشعة الشمس لم تكن ساقطة بشكل عمودي على الألواح الشمسية، فأثر ذلك كثيرا على كفاءتها. وفجأة خطرت في باله فكرة، ماذا لو تغيرت زاوية ميلان ألواح السيليكون بحيث تكون متعامدة مع الشمس، وتركيبها بطريقة تمكن من تحريكها خلال النهار مع مراعاة فصول السنة. بالتأكيد تركب حاليا معدات ثابتة تتحرك مع حركة الشمس تماما مثل نبتة عباد الشمس، ومع ذلك يمكن تبني هذا الخيار في المنازل المستقلة. أما الشقق السكنية فكان الخيار الأمثل لها هو الستائر. متسلحا بفكرته قام يفجيني بصنع نموذج تجريبي، وبعد أن أبهرته نتائج هذا النموذج قام بتدعيم اختراعه بإمكانيات ذكية. وما حدث بعد ذلك فاق كل التوقعات، فبعد أن عرض المشروع للعامة قيمه الزبائن والمستثمرون تقييما عاليا. هذا نموذج جيد عن كيفية بناء منزل يتميز بكفاءة عالية في ترشيد استهلاك الطاقة، ويقدم أفكارا متقدمة لتوفير مصادر بديلة للطاقة المتجددة، وهي صالحة في كل مكان وزمان، ويمكن اعتباره تطبيقا ثوريا وفريدا من نوعه وبديلا متطورا عن أفكار مماثلة مثل تركيب الخلايا الشمسية على أسطح المنازل والطرقات وغيرها من الأماكن. مقدرة الفريق على تجسيد فكرتهم وتقديمها بهذا الشكل المقنع سيجذب المستثمرين من دون شك. من المهم جدا فهم ميزات الستائر الذكية المولدة للكهرباء. بداية يتوقع المطورون أن تحقق هذه التقنية خلال عام أرباحا أكثر ب 30-40% من الخلايا الشمسية التقليدية، وهذا دون التطرق إلى أن تركيب هذا النظام على كل نافذة من الحجم القياسي سيكون قليل الكلفة للغاية. بعكس الألواح الشمسية التي يكلف تركيبها 2000-5000 دولار، فإن تركيب هذه الستائر سيكلف من 300-1000 دولارين كحد أقصى، وهو ما يعني أن الشقة ستكون شبه ذاتية الاعتماد على الطاقة، بينما سينخفض استهلاك الطاقة من 50-70% بالنسبة للشقة العادية. إن العناية بالستائر الشمسية ستكون أسهل بكثير، وهذا مهم جدا للراحة والاعتبارات الاقتصادية، فالألواح الشمسية المركبة على أسطح المنازل تتسخ بسرعة وتغطى بأوراق الشجر خريفا والثلج شتاء، ولهذا تنخفض كفاءة خلايا السيليكون في استقبال الضوء، مما يعني إعطاء طاقة أقل. إضافة إلى ذلك يشكل تنظيف مثل هذه الأنظمة أحيانا خطرا على الحياة، إذ يحتمل أن ينزلق المرء ويسقط، لكن الستائر ها هي بين يديك، يمكنك غسلها في كل مرة تنظف بها الغرف. الجدير ذكره أن فكرة استخدام النوافذ لتوليد الطاقة متبناة من عدة شركات أمريكية، لكن بطريقة أخرى، إذ يقومون بلصق ألواح شمسية شفافة على نوافذ العمارات والمكاتب. إن التقنيات الإلكترونية الموجودة في الستائر تقوم بتخزين الطاقة الشمسية بكفاءة عالية متماشية مع تموجات الستائر، واستطيع هذا المنتج التفوق على منافسيه في السوق العالمية وتحديدا في السوق الأمريكية. حجم الطلب أصبح معروفا وفريقنا قادر على التصدي لهذه المهمة.
принципе, понятны. Осталось только сделать, и команда, в принципе, способна реализовать этот проект. نظرا لوجود رقاقات في الستائر فيمكن ضبطها بحسب رغبة المالك كي تستجيب للتغيرات في العوامل الخارجية. لقد صنعت الستائر لتتناسب وتتكيف مع عاداتك، فعندما تدخل الغرفة ستعمل مستشعرات الحركة فتفتح الستائر لوحدها معطية أكبر قدر من الإضاءة، ويمكن قبل خروجك من الغرفة ضبط الستائر بحيث تتحول إلى وضعية الشحن، وعندما تعود إلى المنزل ستجد البطاريات قد انشحنت ويمكن تصدير وبيع الطاقة إن أردت. عدا عن ذلك فإن المالك يمكنه إعطاء أوامر للستائر لتنفيذها بنفسها، وذلك من خلال تطبيق بسيط وسهل للهواتف الذكية قام المطورون بتصميمه. بمساعدة هذا التطبيق يمكنكم متابعة حالة الستائر سواء كنتم في العمل أو خارج المنزل. ها قد وجهنا الستائر نحو الشمس رغم أن اليوم غائم ونحن موجودون داخل الغرفة، والمستشعرات تشير إلى 18 فولت، وهذا جزء واحد من المنظومة. أما مجموع ما تنتجه كامل منظومة مساحتها متر مربع واحد هي 30 فولت من التيار المستمر، أي قدرة 120 واط في ذروة الكفاءة. ها نحن نغلقها تماما، لقد اختفت كل المؤشرات، سنديرها قليلا. ها هي المؤشرات تتحرك وتزداد لتصل على هذا المنوال إلى 20 فولت. هذا ليس كل شيء، إذ قام فريق المشروع بصنع نموذجين من الستائر، أحدهما يتم تركيبه من الداخل والآخر من الخارج. بناء على هذا نحصل على تأثير مختلف. الخيار الأول أكثر ملائمة للدول المشمسة. أمامنا مهمة، ففي المقام الأول يجب خفض استهلاك الغرف المكيفة، وفي هذه الحالة ننصح بوضعها في الخارج حيث سيكون توليد الكهرباء أكبر، لأنها على تواصل مباشر مع ضوء الشمس وليس من خلال الزجاج. بهذه الحالة يمكن أن تصل نسبة التوفير في استهلاك الطاقة لغرض التكييف إلى 80-90% أحيانا. بمعنى آخر يفضل تركيب الستائر في الخارج إذا كان الهدف حجب أشعة الشمس كي لا تسخن الغرفة، وتركيبها في الداخل إذا كان الهدف هو حفظ الحرارة. حصلنا على الطاقة من الشمس، فكيف سنستخدمها؟ وماذا سنفعل بها في فصل الصيف مثلا حين لا نحتاج لكل هذه الكمية؟ قام يفجيني مع فريقه بصنع عاكس خاص. هذا الجهاز يقوم بتحويل التيار المستمر إلى تيار متناوب، وبفضل ذلك يمكن استخدام الطاقة الكهربائية التي تنتجها الستائر فورا. قوم بوصل وحدة التحكم بمقبس الحائط وسيبدأ المنزل بالتغذي على الطاقة الشمسية. هذا المبدأ ليس جديدا، لكن المطورين أضافوا على الجهاز لمستهم الخاصة، والآن أصبح كفؤا أكثر ب 15-20%. ناهيك عن حقيقة أن العاكس لديهم سعره منخفض للغاية. إن النظام مزود بمستشعرات تحدد في أي زاوية تقع الشمس، فتقوم بنقل المعلومة لبرنامج التحكم الذي يعمل على إدارة شفرات الستائر كي تلتقط أشعة الشمس بشكل أفضل. لقد مررنا بأنفسنا بكل هذه الصعوبات. بصفتي أول مستخدم لهذا النظام أدركت وفهمت كل الصعوبات المتعلقة بتركيبها وإمكانات الاستخدام، والآن أحاول فقط تقديم هذا الحل لأكبر عدد ممكن من الناس المهتمين بتقنية الطاقة المتجددة. إلى الآن يعمل فريق المشروع على دراسة السوق الأوكراني، محاولين إيجاد طلبات مسبقة من خلال موقع خاص، وهناك اتفاق مع إحدى الشركات في كييف حول إطلاق عينات تجريبية. نستطيع الآن صنع منتج أوكراني بالكامل ومن السيليكون الأوكراني أيضا وبتقنية أوكرانية، أي أننا في الحقيقة نملك الآن منتجا محليا يمكن تصديره. يلزم الكثير من الاستثمارات الضرورية للوصول إلى الأسواق العالمية. أولى المساعدات لإنجاح المشروع كانت من قبل رومان كرافتشينكا، مسؤول مختبر التسارع الذي يعتبر حاضنة للمشاريع الصغيرة ومسؤولا عن نقلها إلى المستوى الذي يثير اهتمام المستثمرين الجادين وتحقيق النجاح الدعائي. خبرتي الشخصية في مجال البرمجيات وتسويق الأجهزة ستسمح لي ليس بالمشاركة كمستثمر فحسب، بل وستسمح لي بالمشاركة بفعالية في هذا المشروع وجعله ناجحا سواء في السوق الأوكرانية أو في الأسواق الأخرى. لذا نقوم بما علينا ليتجاوز المشروع مستوى أوكرانيا، وهذه إحدى أهدافي في الوقت الراهن. مثل هذه الحلول التي تبدو بسيطة تتحول عادة إلى مشاريع حقيقية مربحة تنمو إلى مستوى الشركات العالمية التي تزود كل العالم بمنتجاتها.
المشروع الأوكراني الصغير للستائر الذكية مع الخلايا الشمسية سيساعد المستهلكين على خفض النفقات على الخدمات العامة، وسيقدم نموذجا متقدما للصناعات صديقة البيئة.